إذن مشاهدينا حياكم الله بعد هذا تقرير عن عرس الدم وعن ماجي، عرس الدم من إسبانيا وماجي من إيطاليا، عملان جميلان حقيقة استمتعنا بهما. ما زلنا مستمرين طبعا في استضافتنا لضيوف مميزين لنجوم مهرجان الفجيرة الدولي الأول للفنون. طبعا اليوم معنا فنانة جدا مميزة ورائعة من المغرب هناك حيث أقصى الغرب، أدتنا هنا إلى أقصى الشرق، نرحب بها طبعا في استديوهات رئة الإمارات في صباح الفجيرة. طبعا معنا الفنانة المتميزة ماجدة زبيطة. زبيطة. أهلا وسهلا فيك وحياك. نعم. فيكم أهلا فيكم وشكرا على الدعوة. نعم. أديتي دور المرأة الكبيرة المسنة، نتحدث عن دورك على خشبة المسرح في دبا، وأيضا نتحدث عن مشاركتك في مهرجان الفجيرة الدولي. شكرا لكم، وهذه الاستضافة جد جميلة وأنا جد سعيدة بتواجدي معكم، هذا شرف لي أكيد، ويعني كضيفة بالقناة الفجيرة وكضيفة بمدينة الفجيرة ومهرجان الفجيرة الدولي للفنون. نعم. هذا شرف لي أكيد. كده لباس هنيا لباس الحمد لله لباس عليهم كل شيء مزيان كل شيء مزيان. طيب طبعا سألتك بعد عن مشاركتك طبعا في مهرجان فجيرة، وسألت سؤال عن لالا. لالا إيش؟ لالا ماضي ولا لالا شنو؟ لالا ماجي؟ لا مش لالا، لا أنت خربطتي ما بين ماجي. لا ما خربط بين ماجي. يعني استخدمتي شخصية المرأة الكبيرة في السن، هذا كان في برنامج الحبيبة أمي. الحبيبة أمي أيوة، اللي هو برنامج اجتماعي كيجيبنا صورة على النساء اللي كيفرطوا فيهم أولادهم اللي كيبعتوهم لدور العجزة، فبالتالي كي يعني كيفقدوا بزاف ديال الحوايج، سواء كان حنان أولادهم عليهم أو حنان الزوج ديالهم عليهم. نعم. فهذا كان برنامج اللي هو برنامج فعلا كيمس أي واحد فينا، لأن أي واحد ممكن أنه يكون في مرتبة عالية. وكان في دوزام ولا ميديا؟ في قناة الثانية دوزام. دوزام. طيب أنا حابة أتكلم عن هذه المشاركة تحديدا، أنت استخدمتي كاركتر المرأة الكبيرة في السن، كيف تعاملتي مع هذه الشخصية؟ كيف كنتي فيها؟ يعني هل كنتي تستخدمين صوت مختلف عن صوتك؟ يعني أكيد يجب أن ممكن نسمع شوي بصوت. أكيد نغير صوتي. ياك يا بنتي أنا اللي كنت حاسبك أختي وبنتي وفيك صاحبتي، اليوم فرطتي فيها، يجيني الدموع أنا لما أول ما كان ندخل في الشخصية فيها دموع. جميل. فيها يعني هي شخصية تحاول أن يعني بطريقة غير مباشرة تنبيه وتوعية للأسر، فشيء جميل جدا الواحد أنه يعني أنه يقوم بهذا العمل النبيل. يعني أنت تخليتي عن شبابك، تخليتي عن الجمال الحياة الحياة الدورية لا تخلو من الأنوثة ولا تخلو من الشباب. في هذا لكن من المفروض أنك لما كتأدي أي دور كيلزم عليك أنك يعني تاخذ دور وتوجه لي بالتوجيه الصحيح. واللي ساعدني في هذا الدور اكيد انه كنت كنقوم بزيارات عديده لدور العجزه، وكنتلاقى مع هاد الناس هادو اللي هما متخلى عنهم من طرف اولادهم ولا من طرف الازواج ديالهم. نعم. وعندي علاقة بيهم، يعني كنسمع ليهم كنشوفهم كنتناقش معهم. قمص الشخصية. حالات مختلفة وحالات فعلا حزينة، يعني لما كتسمعهم كتألم معهم كتحس بيهم. فبالتالي لما تعرض عليا أنني ندير الحبيبة أمي من طرف الأستاذ المنتج والمخرج أحمد بوعروة والمخرجة المتميزة جميلة البرجي والأستاذ سيناريست والكاتب محمد نجدي، فما ترددتش أي لحظة، لأن يمكن على الأقل أن حاسة بهم وعارفة شنو عندهم، فبالتالي غنقل الصورة ديالهم. جميل. 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 يعني الفنانة ماجدة من عائلة موسيقية وعائلة غنائية، يعني تهوى الغناء وتهوى الفن وهي مالت إلى التمثيل، ما سبب ميولك واختلافك عن عائلتك الفنية الغنائية خلينا نقول؟ وتبرأوا منكم. فقط للتوضيح هو أن عندي أختي ممثلة. نعم. وعندي زوج أختي اللي هو السيناريست والكاتب العالمي ما شاء الله عبد الإله الحمدوشي،
وعندي أختي عازفة ساكسفون في الفرقة النحاسية، والأب ديالي هو حارس مرمى سابق. جميل. يعني فنون مختلفة. فنون مختلفة، ولا أنسى عمي الفنان التشكيلي أحمد زبيطة، أنه فنان كبير. جميل. وعرض كم مرة، عمل معارض هنا في الإمارات، في المملكة المتحدة الإماراتية. وبالعكس كل واحد عنده المجال دياله، كل واحد وشنو الميولات دياله، فبالتالي كل واحد عنده الاختيار دياله، ما كاينش واحد كيدخل في الثاني. جميل. جميل. يعني هذه نقطة جدا مهمة، هذا التنوع الفني الجميل اللي كان في الأسرة ديالك. تتكلم معك مغربية؟ هدر معي بالمغربية. أنا فقط الهدر المغربي شوية، بس أنا فقط كنبسط الكلام. أنا فقط كنبسط الكلام للمشاهدين. نعم. لقناة الفجيرة، أنهم يكونوا كيفهموني مزيان. الكلام واضح. بالعكس اللهجة المغربية ديالنا زوينة. أكيد زوينة بزاف. جميل. أنا يعني حاب أتكلم عن يعني عن هذا التنوع الجميل، وأكيد نحن راح نشوف لقطات على الهواء الآن ونتابعها معنا. راني غادي نضوب لك السعادة ديالك على جوج المرات، غادي تعيشي معايا بخير وعلى خير. الله يخليك ليا، أنا راضي باللي قسم لي سيدي ربي. بغيت نطلب منك واحد الحاجة. طلبي قولي. بغيت إلا شي نهار قلقتك داويني وراني نستناك، أجي رطاجين وجد، أجي تتعشى يا رجلي العزيز، أجي دغيا وراني. يعني هذا المشهد الجميل، يعني تقعد تغني وداخلة في إطار مختلف تماماً. جميل هذا التنوع من يعني أم الحبيبة ولا إلى شخصية أخرى. هذا التنوع في الشخصيات، وايضا كذلك وجود مجموعه من الفنانين في الاسره، الوالد الله يحفظه يعني حارس مرمى، وعمك ايضا كذلك رسام تشكيلي، وفي ممثله ايضا اخرى، وهناك موسيقي اخر. صحيح. يعني هذا التنوع مختلفة. كيف اثر في شخصيه الفنانه ماجدة؟ واحيانا كيأثر بشكل ايجابي واحيانا بشكل سلبي. نعم. من بعد ما عملت الحبيبة أمي، فأكيد أنني ما يمكنش ما نكونش حنينة على النساء، وأنا حنينة بطبعي، ولكن كنزيد حنان من بعد. كان دور اللي خدمني يمكن سلبيا، وخدمني في بعض المواقف، اللي هو دوري في صالون شهرزاد. أنا معروفة أنني طيبة ودرويشة، ماشي نمامه، ماشي ما فيهاش بزاف ديال الخصال اللي هما ماشي الخصال، مش بزاف ديال الهضره بزاف والتبرقيق وبزاف ديال الحوايج. هاد الدور هذا خدمني نوعا ما، انني بحال قلتي فيقني. قال لي لا، انت خاصك تكوني مره مع بعض الناس، تكوني هكا سناء في صالون شهرزاد، ما تكونيش ماجدة زبيطة. جميل. يعني انت تعاملتي بشخصيه شريره شوية، ولكن هي في الداخل ديالها طيبة. هي في الداخل ديالها طيبة، ولكن هي خارجها شريرة، تظهر الشر. مش شريرة، لكن هذيك البنت البرقاقة اللي كتهضر نمامة كت وشفتي يا زبيدة، شفتي كتعامل الدرية خلاص، واش داروا ليها؟ واش داروا ليها؟ وتخليت يا ستي، وخليها للدري ما جاب لها وين بعد الهوى ترجمني. زين فنانة ماجدة، خلينا نتكلم عن مشاركتك في المهرجان، خصوصا كون احنا اليوم هو عرض الختام. كيف رأيتي إقبال الجمهور على النص الذي كتب والتمثيل والدور الذي أديتيه، وكيف جسدتي هذه الشخصية الحنونة؟ أي شخصية؟ شخصية الأم. الأم بطبيعة الحال، أنا من بعد ما جات أمي الحبيبة ودازت في التلفازة، وليت كنشوف الناس حتى في التعليقات على السوشيال ميديا، أنه وغتكون عندك حلقة واحدة أخرى، واش غترجعي لنا بحلقة واحدة أخرى؟ فبالتالي المخرجة وثقت فيا، وكنشكرها من هذا المنبر، ورجعت سجلت حلقة واحدة أخرى اللي لقات إقبال كبير من طرف الجمهور، خصوصا أنه لما كدير هذه الحلقة، هو أنك كديرها وانت صغير، وانت غادي كتكبر، جميع المراحل كتمر بها. فبالتالي أنا في الحبيبة أمي عشت الأدوار كلها،
عشت الحاملة، عشت المرأة اللي كيضربها الزوج ديالها، شفت راسي وأنا كبيرة مجعدة مرمية في الشارع لدرجة في أول حلقة كنت صورتها طلبت مني المخرجة أنها كانت كتوجهني فقالت لي وفي الشارع قالت لي غتجلسي هنا في هذا المكان وغادي غنفرشوا لك والكاميرات غتكون مخفية ما غيشوفوهاش الناس وغتحسي بانك بصح انت في الشارع مرميه. انا جلست هذيك الجلسه ديال هذيك المره اللي هلكانه اللي صافي فاقده الامل. الجلسه اللي فاش جلست مر واحد الرجل كان كيصلي العشاء وخارج من المسجد ومر شافني جالسه هو يقول لي مالكي علاش جالسه في الزنقه؟ قلت له يعني ما قدرتش نقول له انا راه لا غير كنمثل. قلت له ولادي رماوني ولادي سمحوا فيا. قال لي ما عندكش فين تمشي؟ قلت له لا ما عنديش حتى شي بلاصه فين نمشي وبقاو الدموع كينزلوا بقيت كنبكي. حسيت بانني بصح انا هذيك المراه نترميت في الزنقه ونزلت عنده المخرجه كتقول له مالها هاد المراه؟ قال لها مسكينه ما عندهاش فين تمشي جراو عليها ولادها ويتقول لي وفين انت فين غتمشي؟ ما قدرتش نهز عيني فيها صافي انا هي هذيك المراه خلاص بكيتي وعشتي في الجو. جميل هو هذا الدخول، جميل هي العفويه في دخول الشخصيه، بس احيانا ممكن تكون صعوبه في الخروج من الشخصيه نفسها. صحيح. فكلميني عن كم تاخذين من الوقت في الخروج من الشخصيه؟ احيانا كتألمني كتألمني وبزاف. حاليا كنصور مسلسل نواره مع نفس المخرجه جميله البرجي ونفس الطاقم التقني والفني. المشكله ان عندي في الحلقات الاخيره عندي مشاهد كلها كنبكي فيها، فبالتالي ما بقيتش كنعرف نجلس مع الناس ونضحك نتبسم، وليت كنجلس وداخله في الدور ديالها شويه ونبكي، يعني تهضر معايا نبكي. وأثر عليا بشكل أنني وليت باغا نخرج وليت باغا نجي لشي بلاصة نمشي نبدل الجو. ما بقيتش عارفة المايك اب ما بقيتش كنعرف نحطو خلاص بتاتا. دخلتي في حالة صعبة شوي. صافي هذيك المرأة اللي يعني كم يعني أسبوع أسبوعين؟ لا شوف هو الفنان هو اللي لازم يكون متمكن من الآليات اللي عنده، يعني تلبس الدور ويلبسك الدور ولكن تعرف تخرج منه. فبالتالي ما اكيد ما كياخذش وقت كبير، ولكن مثلا في دوري في مسلسل شجره الزاويه اللي كان عندي في بداياتي في 2002 كنت كنلعب دور بدويه، وكنت لما كنخرج وهذا والناس عروبيه ما مناش جوج سي محمد، ولما كنت كنخرج كنكون كنهضر ضروري ما كنقول لك انت شتي كاع ضروري ما تخرج لي كلمه بالعروبيه. جميل. اثرت فيا حتى 2014 2015 من 2002 كنت نتكلم معك الا ونقول لك شتي انت سيري وسير يعني تاثرتي في الموقف. يعطيك الف عافيه. عافيه ديالنا ماشي ديال المغرب. لا العافيه ديالنا خايبه. لا ديالنا احنا. العافيه ديالكم زوينه، ولكن الجميل في المغرب انهم الشعب المغربي كله كيفهم معظم اللهجات وكيفهم بان العافيه عند الاماراتيين او عند الدول العربيه ككل ان هي السلامه والصحه. والله يعافيكم ان شاء الله. فنانه ماجده كل الشكر لك ولوجودك معنا ودائما يعني متالقه وفي مقدمات النجاح. شكرا. ربي يخليك.